مشاهدينا تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة نادية البلاسي من مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة نادية إلى هذه الحلقة من المواكبة للأسواق العربية والعالمية. إذن الأسواق العربية والعالمية شهدت انخفاضا حادا في معظم الأسواق مع ترقب أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. ما هي أبرز التوقعات لرفع الفائدة؟ نعم صباح الخير. عندنا دلوقتي نحن شايفين المؤشرات الأسهم الأمريكية يعني تنخفض، وده يعني كوركشن بسيط لأن شهر يناير كان شهر جيد جدا للأسواق ولسوق الأسهم in particular، فشهدنا يعني دلوقتي كوركشن وننتظر بيانات الاقتصادية مهمة جدا من أمريكا وأوروبا، وأيضا ننتظر اجتماع الفيدرالي الذي نتوقع يعني رفع معدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس مقارنة بال 75 نقطة أساس التي شهدناها في العام الماضي، ولذلك يعني من المرجح أن نشهد المزيد من التقلبات في الأسواق، لأن ستكون يعني مفروض أن الأسواق الأسهم تتفائل بهذا الخبر، لأن طبعا يعني ارتفاعات معدل الفائدة يضغط على الأسواق بشكل عام، فيعني الآن ننتظر ويعني تتحول الفوكس هذا الأسبوع لاجتماعات البنوك المركزية. طيب، مخاوف الركود أيضا تتعاظم مع محاولات الفيدرالي محاربة التضخم، أي يعني الآن التخوف من أي أكثر، الركود أم التضخم؟ يعني البنوك المركزية يعني عملت رفعت أسعار الفائدة يعني لمهاجمة التضخم، وشهدنا أن معدل التضخم بالفعل انخفض من الذروة التي كانت عند 9.1% إلى 6.7% من المتوقع يعني، و7.1 في آخر مرة، فلذلك يعني ردي التضخم نرى أن في هذا العام أن ينخفض إلى معدل 2% أو بأوائل 2024، يعني ذلك معتمد على قرارات البنوك المركزية، ولكن يعني الركود الاقتصادي نوعا ما priced in أو شهدنا تعاملات في التداول يعني نتوقع هذا الركود الاقتصادي، لذلك كان يعني ما كانش في انعفال أو انفعال يعني أكبر من حجمه، يعني إحنا كنا متوقعين أن الركود الاقتصادي سيكون أكبر يعني خصوصا في شهر يناير توقعنا أن أسواق الأسهم يعني تنخفض بشكل حاد، ولكن شهدنا أن أسواق الأسهم كانت على ارتفاع في ascending channel يعني في التقنية في الرأي الفني يعني بالتداول، فحاليا نشهد أن سيكون في soft landing أو تباطؤ فيها في النمو الاقتصادي، ولكن مخاوف الركود بدأت أن يعني تقل في هذا الأسبوع. طيب، يعني مخاوف الركود تقل خلال هذا الأسبوع، هل يفترض أن يكون هناك يعني إن صح الوصف كفر تقوم به الاقتصادات الكبرى حتى تحمي أنفسها في المستقبل من أزمات اقتصادية مشابهة لما يجري أو ما يحدث من أزمات الآن؟ يعني طبعا ده كان المفروض يعني يتعمل قبل ما نحن ندخل في تضخم او في حالة في هذه الحالة التي نحن نشهدها الآن، يعني مثلا لو في الافراد عايزين ياخذوا لون من البنك كان المفروض انهم ياخذوه على معدلات سعر فائدة واطية، لكن المعدل السقف النهائي لاسعار الفائدة سيوصل الى معدلات 5%، فلذلك يعني طبعا
قوة الشراء للكونسيومرز قلت بشكل يعني مفاجئ وشكل جدا حاد، ولكن يعني البنوك المركزية هي عندها المهمة أن تتخلص من هذا التضخم الزايد بالتولز أو البنوك يعني التولز اللي عندها في السنترال بانكس. طيب الآن لو تحدثنا عن الطاقة، العلاقة بين الركود وأيضا التضخم وأسعار الطاقة قبل أن ندخل ونخوض في ملف الطاقة. نعم طبعا في correlation وفي اتصال هما الاثنين. أول حاجة احنا دلوقتي شفنا لما الصين بدأت افتتاحات اللوكداون اللي هو من COVID-19 شفنا أن لسه الأويل prices في تفاؤل في الأسواق، لأن سيكون في طلب. الصين هي يعني ثاني أكبر مستورد للنفط، فسيكون في طلب زائد، وذلك مفروض أنه هو يرفع سعر النفط ولكن شهدنا أن بالعكس تماماً، أنه النفط الآن يعني تحت ضغط بسبب تصريحات الرئيس الروسي، لأن G7 حطت برايس كاب على أسعار البرميل للمستوردين، فيعني ذلك ضغط أسعار النفط. ولكن طبعاً الركود الاقتصادي يضغط أيضا على أسعار النفط، لأن يضغط على الطلب بالذات يضغط على أسعار النفط. إذن الآن أسواق الطاقة، كيف تري مستقبل النفط في ظل هذه الأزمات التي تتصاعد يوم بعد آخر؟ نعم يعني طبعا يعني ننتظر هذا الأسبوع اجتماعات أوبك بلس، إذا سيستمرون في التخفيض من الإنتاج فسنرى أن أسعار النفط تتصاعد، ولكن إذا استمروا على هذه البرايس البرودكشن كاتس أو التخفيضات للناتج، يعني سنرى بعض ما الضغوط على النفط، لأنه مسعر أوريدي من الأسواق، هذا شيء لم يتغير عن السنة الماضية، فلن نشهد يعني انخفاض أو ارتفاع حاد لأنه مسعر أوريدي من الأسواق. طيب مسعر يعني أوريدي من الأسواق، مستقبل النفط البعيد كيف تريه؟ مستقبل النفط يعني طبعا يعني لا نقدر أن نعيش من غير هذا يعني من هذا البارت من السلع، هذا شيء أساسي، فلذلك يعني أوبك بلس دائما ستكون موجودة للحفاظ على هذه أسعار النفط، وخصوصا مع افتتاحات الصين، فمستقبل النفط يعني سيشهد ارتفاعات، ممكن أن نحن يعني نكسر $85 ونرى مستويات $90، ولكن $100 ذلك سيكون يعني a very big stretch أو سيكون ارتفاع جدا قوي، ولن نشهده قريبا at least في هذا الربع من السنة. طيب يعني شهدنا أن يعني أسعار النفط وصلت إلى أكثر من $100 بفعل عوامل عديدة في الماضي القريب، الدول المستهلكة الكبرى هل ستسمح بوصول أسعار النفط من جديد إلى هذا المعدل، أم أيضا هي ليس باستطاعتها أن تضع ما يحميها من وصول أسعار النفط كونها مستهلكة؟ شهدنا يعني هذه يعني ذروة الأسعار عند المئة ومئة وعشرين دولار للبرميل فور برنت، ولكن هذا يعني كان عندنا الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكان في شوك للماركت، يعني شيء مفاجئ جدا حصل للأسواق، فالنفط صعد يعني بحدة، ولكن يعني لم سيكون عندنا أو يعني مش هيكون عندنا دلوقتي هذه العوامل الفندمنتال، العوامل التي ستحرك أسعار النفط بهذه القوة إلى ارتفاعات $100. فإذا يعني استمرت هذه الحالة، نحن مسعرين بس تباطؤ في النمو الاقتصادي، يعني مش هيكون في أي
حاجة إن هي تدعم أسعار النفط اللي هي تروح لأسعار $100 أجام. الآن لو تحدثنا عن العملات التي تتأثر بقرارات الفيدرالي والبنوك المركزية، مثلا كيف ترى مستقبل اليورو والدولار أولا؟ نشهد الآن الدولار يعني مدعوما من قبل اجتماع الفيدرالي، ولكن عشان احنا اوريدي مسعرين ال 25 نقطة أساس، فممكن ان الدولار يعني ما يكونش ارتفاعاته لآخر الأسبوع. يعني طبعا تصريحات باول في اجتماع الفيدرالي هي ستكون المحرك الأساسي للدولار، وبالتالي ستغير يعني التعاملات مع العملات الأخرى. ولكن نشهد الآن اليورو والباوند، الباوند عند 1.23 1.22، ويشهد انخفاضات مع صعود الدولار، وأيضا اليورو مستقر عند مستويات 1.08، ولكنهم العملتين يعني المكثفين مضغوطين بشكل حاد من ارتفاعات الدولار هذا الأسبوع. ولكن ننتظر ويعني نركز على الاجتماع الفيدرالي التي من تصريحاته ستتوجه هذه العملات في اتجاهات مختلفة. طبعا يعني إذا الدولار انخفض مجددا إلى مستويات 191 أو 90 يعني قصدي 99، فسنشهد ارتفاعات على هذه العملات مقابل الدولار. ولكن إذا شهد يعني ارتفاعات بعد الفيدرالي، فطبعا يعني سيكون المستوى العام لهذه العملات بشكل سلبي ستؤثر عليها الدولار. طيب ماذا عن العملات الأخرى التي ترتبط أيضا بهاتين العملتين وتتأثر بهما؟ فنتوقع أيضا بيانات التي ستدعم العملات الأخرى. مثلا اليوان الصيني ارتفع اليوم بسبب التشاينيز بي ام اي، الناتج الصناعي الذي جاء مرتفعا، ولكن الارتفاع كان جدا طفيف يعني 0.2% او 0.6%، مش ارتفاع حاد. فيعني ما زال قوه الشائسه هذه يعني هذا الاسبوع هو الدولار بشكل عام، لذلك نشهد العملات الاخرى مقابل الدولار الامريكي تشهد انخفاضات بعضا ما. ولكن مع يعني بيانات اقتصاديه قويه من اليوروزون او من بريطانيا فور اكزامبل او من اليابان، سنشهد ارتفاعات لهذه العملات التي من يعني من دولتهم ستتحرك، بناء على واحد البنوك المركزيه، وبناء ثانيا على البيانات الاقتصاديه الاجان، لان يعني كل الأنظار الآن تتوقف عن هل سيكون في ركود حاد أو هم سيكون في تباطؤ، يعني زي ما قلت soft landing للإنفليشن pressures اللي احنا بنشهدها دلوقتي. طيب ماذا عن الأسواق العربية والاقتصادات العربية؟ عفوا لم أسمع. سألتك عن الأسواق العربية والاقتصادات العربية، كيف تقيمين أداءها خلال هذه الفترة؟ الذهب شهد ارتفاعات حادة جدا هذا الشهر في يناير، يعني اخترق مستويات 1948 عفوا، ولكنه الآن يتداول في نطاق ضيق بناء على صعود الدولار مجددا. والآن الذهب يتداول عن مستويات 1902، فيعني مضغوط الذهب في هذه الفترة. ولكن بشكل إجمالي أن الذهب في يعني يشهد إقبال ويشهد طلب على الملاذ الآمن، خصوصا قبل اجتماعات يعني البنوك المركزية. لذلك الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاعات، ويعني الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله شهدنا ارتفاعات، لأن احنا يعني المستثمرين يحاولون أن يسعرون الفيدرالي. يعني احنا بنتكلم عن الفيدرالي بقالنا شهرين لرفع أسعار الفائدة، ولذلك يعني طبعا كان يعني
كان مفاجئ نوعا ما ارتفاعات الذهب، ولكنها كانت متوقعة، وأيضا نتوقع ارتفاعات أكثر في المدى الطويل، يعني أنها أن تكسر إذا كسرت مستويات 1985، أن يعني سيكون في clear way أن هي تكسر مستويات 1970 وتصل إلى 2000 للأونصة دولار. طيب أختتم معك مع المعدن الثمين الذهب، يسجل ارتفاعا أمام تراجع الدولار، هناك اقتصاديون متفائلون بأن هذا العام هو عام الذهب، ماذا تقولي أنت؟ عفوا لم أسمع. طيب هناك اقتصاديون متفائلون بأن هذا العام هو عام الذهب، إذا ما أردنا أن نتحدث عن سوق المعادن النفيسة، ما رأيك أنت؟ هل يعني يتوافق رأيك مع رأي هؤلاء الذين يتحدثون عن أن هذا العام هو عام المعدن الأصفر؟ نعم، يعني مثل ما قلت أن معظم المستثمرين والأناليست بولش، أو يعني في إقبال على المعدن الثمين، خصوصا أن الدولار يشهد ضغوطات من رفع أسعار الفائدة التي وتيرة أبطأ، يعني 25 نقطة أساس مقارنة ب 75 نقطة أساس، كان يعني هو فرق لأسعار الفائدة، والدولار كان يحفز مستوى مستوياته يعني مدعوما من هذه الوتيرة السريعة المتشددة من قبل البنك المركزي. فلذلك عندما ينخفض أو يخفض من هذه الوتيرة، نشهد الآن يعني بغض النظر عن هذا الأسبوع، شهدنا أن الدولار انخفض إلى مستويات 100 و101، وسيظل في هذا النطاق الضيق بعد كل من اجتماعات البنوك المركزية، ولذلك يعطي مجال للمعدن الثمين أن يرتفع، ويعني أيضا أن المستثمرين عشان في ركود اقتصادي، أو كانوا يسعرون بهذا الركود الاقتصادي ومتوقعين يعني بطء في هذا النمو، لذلك يذهبون إلى الملاذ الأمن مثل الذهب. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات سيدة نادية البلاسي من دبي، محللة في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.